أنا يا هند بن جدة من الجزائر العاصمة. أنا واري صفيان. إذا شمس الدين بن عزيزة. أنا كافي حسام الدين. أنا اسمي يحيى بودة. اسمي ضيف صلاح الدين. وصلنا سبيس اكاديمي وبدينا لي زكتيفيتي. كانت بزاف بزاف لي زكتيفيتي بزاف. كنا من 8 تاع الصباح ل 10 تاع الليل باش ندخلوا للروم ديالنا. درنا بزاف لي زكتيفيتي. درنا باغ اكزومبل كانت افضل تجربه ليا اريا 51 اللي هي عباره عن اريا فيها بزاف الالعاب. درنا فيها بزاف الالعاب تعلمنا فيهم على عمل الفريق والثقه مع في بعضنا. So after making some exercise and having the administrative EVA physical, we're gonna make some experiments. يعني تعلمت الكثير حول النشاطات والتدريبات التي قاموا بها رواد الفضاء، وأيضا في الجانب التقني قمنا بإنجاز روفر وأيضا بعض الصواريخ الصغيرة. شاركنا في العديد من المغامرات في الماك. درنا السكوبا دايفينج، احسن ايامي كانت في الماك. درنا سكوبا دايفينج والليميشنز كما رحنا المارس، هذيك احسن لقطات في الماك في سبيس كامب. قمنا بالعديد من مهمات الفضاء، ويعني قمنا بمحاكاة يعني مهمات رواد الفضاء والكثير من الأعمال. قمنا بتعلم العديد من الأشياء حول روح العمل وروح الفريق. She can be convinced that it is number one and everybody else says it's two and you don't do that. All right, her job is then to convince at least two other people that she's right, or your job is to convince her. You'll have communication devices, yeah. Okay. So. Thank you.
أصعب اللحظات هي اللي كانت في أماكن حرجة كما أنا خدمت سيما ويعني طبيب المحطة الفضائية. كانت لحظات حرجة كي أعطيهم مشاكل اللي لازم تعديل تكون طبيب بدورة ندلهم الميديكامات ندلهم الحواج تاعهم. أصعب اللحظة تسلق الحائط اللي كان شوية مخيف. تسلق الحائط كان شوية صعب. كي تسلقنا هذاك الحائط هذه هي أصعب لقطة في سبيس كان. افضل لحظات هي اللحظه اللي تم افضل لحظه تاعي هي اللحظه اللي تم graduation كما نقولوا التخرج تخرج ولحظه اللي سلمنا على هذاك ويندي لورنس الاسترونوت ولصقت لنا الاسامينا. كانت لحظه وكانه استرونوت حقيقي وتم التخرج من اكاديميه الفضاء.